الآن لننظر في بعض كلماتها، ويعني سأختصر كثيرا لأنكم قلتم بصمتكم بلسان حالكم لا بلسان مقالكم أن كلمات السورة واضحة، وهي كذلك بحمد الله تعالى، لكن فقط من باب تبين إعجاز هذا الكتاب العزيز. الكلمة الأولى: إذا جاء نصر الله والفتح. إذا، هل تصلح كلمة غيرها في هذا الموضع؟ إن، ما الفرق بين إن وإذا؟ نعم، إذا، نعم، التحقق والوقوع. أما إن مجرد قضية شرطية لا تصلح إلا كلمة إذا عند النحاة، هي ماذا؟ ظرف زمان يأتي بعدها غالبا فعل ماض، لكن المعنى معنى التركيب ينصرف إلى الاستقبال. واضح؟ إذا جاءت الصاخة، لتحقق وقوعها يأتي فعل الفعل الماضي، لكن التركيب في الغالب يأتي بعد إذا، وهي اسم زمان يأتي بعدها فعل ماض. ورد في كتاب الله عز وجل: إذا يشاء لقدير، يأتي، يمكن أن يأتي بعدها فعل مضارع، لكن هذا قليل جدا. إذن الغالب أنها إذا هذه تدخل على فعل ماض يضاف إليها فعل ماض، أو تضاف إلى جملة تبدأ بفعل ماض تسمى فعل الشرط، وما يأتي بعدها هي مضمنة لمعنى الشرط. لذلك فسبح، الفاء هي لواقعة في جواب الشرط. سأضرب لكم مثالا للفرق بينها وبين إن حتى نفهم القضية جيدا، هذه مسألة مهمة لنتبين كيف أن كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يغني عنها سواها. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. هذه قضية شرطية لا علاقة لها بالوقوع. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. هل يمكن أن يشك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكن. هذه تسمى قضية شرطية. يعني ذكر الإمام الرازي على سبيل المثال في التفسير ما يقرب من 7 وجوه أو 8 وجوه، ثم ختمها ببيان هذه الحقيقة، أن هذه الجملة هي قضية، مجرد قضية شرطية تتحدث عن الماهية لا علاقة لها بالوقوع، لكن إن وقعت فهي تقع صحيحة، إن وقعت لكن لا علاقة لها بالوقوع. ولذلك لا يمكن أن يستبدل بإذا أي كلمة أخرى. الآن واضح المعنى: إذا جاء نصر، لما قلت أنها تدل على ما يستقبل من زمان، وقلتم في مشاركاتكم بأن في السورة بشارة لما سيحصل، إذن هذا يدل على أنها كانت قبل فتح مكة أو بعد فتح مكة؟ قبل فتح مكة، ولذلك الجمهور على أنها نزلت بعد خيبر، في منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر، عند من يرى أن هذا الأسلوب يدل على حدث يأتي في المستقبل، يتحقق يقع في المستقبل في الزمن الآتي. إذا جاء، جاء، ما رأيكم لو فسرناها بأتى؟ لا تصلح. جاء هنا بمعنى حصل وتحقق. ما الفرق بين المجيء والإتيان حتى نفهم كلام ربنا ونتبين إعجازه وحلاوته؟
نحن نقول جئتك أتيتك، صحيح؟ ما الفرق بينهما؟ الإتيان مجيء بسهولة، المجيء يمكن أن يكون بسهولة ويمكن أن يكون بتكلف، فالمجيء أعم غالبا، هذا فرق، الفرق الأول. الفرق الثاني أن أتى يلحظ فيها القصد وإن لم يقع الحصول، أما جاء فيلحظ فيها الحصول، مو يعني المجيء بسهولة لا يعني أيضا بالمناسبة، يعني الفرق الأول بين الإتيان والمجيء، قلنا الإتيان مجيء بسهولة لكن لا يعني أن الأمر المتحدث عنه الذي يصدر منه الفعل أو يقع منه الفعل أنه أمر لا يعبأ به، لا، لا علاقة له، لكن في الاستعمال القرآني تجدون أن جاء في الأمور العظيمة الجليلة، جاءت الصاخة، جاءت الطامة، جاء أمرنا، جاء نصرنا، جاءهم نصرنا، للدلالة على أن هذا الأمر لم يكن أمرا سهلا، لم يكن حصوله سهلا يسيرا، لكن ورد أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هنا يريد أن يبين ربنا تبارك وتعالى أن هذا أمر استأثر به واختص به فهو من عنده، فهو لا يحصل إلا بسهولة منه جل وعلا، يقول لشيء كن فيكون. إذن هذا الفارق الأول، لما قلت بأن أتى يلحظ فيها القصد وإن لم يقع الحصول، شيخ علوي أتيتك فلم أجدك، حصل الإتيان لكن لم يقع الحصول، لم يقع، أنا أتيته لألقاه، صحيح؟ يعني أقول أتيتك فلم أجدك، صحيح؟ القصد موجود لكن هل وقع الحصول؟ هل وقع ما جئت من أجله؟ لم يقع. في اللغة الأصل لا يصلح أن أقول جئتك يا شيخ فلم أجدك، لا، جئتك يعني حصل وجدتك، واضح؟ لهذا لما قلت أن الفارق الثاني بين الإتيان والمجيء أن الإتيان لا يلحظ فيه الحصول، يلحظ فيه القصد، أما المجيء فيلحظ فيه القصد. في الاستعمال القرآني ما ورد المجيء إلا بصيغة الماضي، جاء جاء جاء، لم يأتي بأي صيغة، ولم يأتي بالأمر ولم يأتي بالمضارع ولم يأتي منفيا، أما الإتيان فأتى بكل هذه الصيغ. ذكر الإمام الدامغاني له كتاب مفيد نافع 16 وجها للإتيان في القرآن الكريم، كتاب اسمه الأشباه والنظائر، طبعت الأوقاف المصرية، كتاب نافع مفيد، ذكر 16 وجها للإتيان في القرآن الكريم. إذن رأيتم الآن لما كانت الكلمة جاء ولم يكن غيرها، ولم يكن غيرها، إذا جاء طبعا لن نأتي على كل الكلمات على هذا المنوال، فقط لتفتيح الأذهان لنعرف غناء لغتنا العربية، هذه اللغة التي اختارها الله عز وجل لتكون وعاء لكتابه الكريم، وإذا بأبنائنا اليوم يفرطون فيها، وإذا ببعض الأسر تمتدح نفسها بأن أولادها في البيت يتحدثون باللغة الإنجليزية، إيتوني بلغة فيها مثل هذه الكنوز الثمينة، يمكن أن تعبر عن دقيق هذه المعاني وخفيها ولطيفها. إذا جاء نصر الله والفتح، ما هو النصر؟ نعم، ما سمع؟ النصر، لا، ما الفوز، هذا في الكورة الفوز قريب، الفوز النتيجة، النصر، النصر، انصرني، انصر أخاك، مو يعني العون، العون والتأييد، لكن ما الفرق بين النصر والعون؟ ما الفرق بين النصر والغوث؟ النصر تأييد وعون على
عدو مغالب. أما الغوث والعون والتأييد والمساعدة لا يلزم فيها أن تكون على عدو مغالب وعلى خصم مناوي، لا. أما النصر فلا يكون إلا على عدو مناوي وخصم شانئ. لاحظتم الفرق؟ يعني ما تجي وتقول حال واحد أنت تبغاه يساعدك في سيارتك، متعطلة السيارة، تعال انصرني على سيارتي، ولا على أخوك تبغى ترفع منه ترفع له حاجة فتقول انصرني عليه، انصرني على متاعي، ليش؟ هو عدو، إلا طبعا من باب التجوز فقط. وإلا فالأصل نعم، أعني ساعدني. لاحظوا في الفاتحة ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما نستنصر، لأنك أنت تطلب الهداية، تطلب الصراط المستقيم، والأصل أن تكون موافقة ملائمة لفطرتك. فلا يصور لنا القرآن الكريم ما تطلب فيه العون هنا على أن بينك وبينه تضادا، لا، كأن بينك وبينه مواءمة، ولذلك أنت تبدأ فيه وتطلب من الله عز وجل العون فيه. أيضا العون، لاحظوا من المعاني اللطيفة الجميلة، لا يكون إلا بأن تقوم أنت بالعمل ثم تطلب من غيرك. يعني سيارة، مثال سيارة متعطلة، تعطلت عليك السيارة، تكفت يديك ورجل على رجل، تعال لو سمحت ساعدني، عاوني، لا لا، هذا يقوم بالشغل بدالك، هذا ما يعاونك، لا. العون يعني أنت تعمل ويعينك هو، إذاك نستعين، أنت تحمل نفسك على الاهتداء على الصراط المستقيم فتطلب من الله عز وجل المدد والعون. شفتوا لغتنا كيف؟ ما الفرق بين النصر والفتح؟ إذن الفتح، قلت كلمة، أيوة، الفتح من المفتاح، الفتح فتح تحصيل مطلوب، تحصيل مطلوب كان مستغلقا، فيكون بالتمكن من العدو وأرضه، هذا هو الفتح، سواء كان ذلك، وكأنه تشبيه باستعمال المفتاح للحصول على ما كان مغلقا، على ما كان مستغلقا بمفتاح، أو كان ذلك بالدخول. الحاصل أن الفتح يعني التمكن، ولذلك لا تلازم، يمكن أن يكون النصر بلا فتح، لا يلزم. ولذلك جاء إذا جاء نصر الله والفتح، فهما بشارتان وليست بشارة واحدة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رأيت تحتمل معنيين، الرؤية العلمية أن يرى، والرؤية البصرية، الرؤية البصرية أن يرى أفواج الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، أفواجا يعني جماعات، زمرا. لذلك في أيضا في الصحيح أن أحياء العرب كانوا يتلومون فتح مكة، يعني يتلومون، ما الذي يتلومون؟ يعني يرقبون، ينتظرون ما الذي يؤول إليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، قالوا فإن ظفر بهم دخلنا في دينه. هذا فيه ما يعني فيه معنى كان راسخا عند العرب، أن الحرم لا يتمكن منه إلا من كان على حق وصواب، هذا المعنى كان حاضرا عندهم، كانوا يعظمون الحرم، فرأوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تمكن من قومه وتمكن من الحرم فهذا يعني أنه نبي صدق. فرأى إذن الرؤية البصرية، هو يرى عام، يرى الوفود تأتي، يرى الوفود والناس يدخلون في دين الله أفواجا، ويخبر أيضا، يبلغه ويكشف له ربه تبارك وتعالى بما يوحيه إليه من أمر دخول الناس في هذا الدين في وقته وبعد وقته، يبشره بما يؤول إليه حال أمته. فهي رؤية علمية، إذن رؤية علمية ورؤية بصرية في هذه الكلمة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس معروف يدخلون في دين الله أفواجا، أيضا ليس فيها معنى المشكل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، الفتح في الآية حتى لا نغادرها الآن، بعدنا في الكلمات، ما وصلنا إلى الدروس، ما تستعجلوا.
جايكم مفاجآت طيبة إن شاء الله، بشارات طيبة. أي فتح هذا؟ فتح مكة. هذا هو قول جماهير أهل العلم أن المقصود فتح مكة، والقرآن يشهد لهذا القول بالرجحان. فإن الله تبارك وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أيضا قال الفتح، أي فتح هذا؟ وفتح مكة. ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعده أيضا قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. إذن الفتح هو فتح مكة. هل يعني هذا أن الفتح يقف عند فتح مكة؟ لا، لكن أصل البشارة بفتح مكة، ثم تتبعها المدائن والحصون، ويدخل الناس في من مشارق الأرض ومغاربها، وتفتح البلاد للمسلمين. إذن لا ينحصر المعنى في مكة، وإن كانت هي المقصودة بالأصل. وعلى هذا يحمل قول من قال إنها المدائن والحصون، هذا روي أيضا عن طائفة من السلف، أن المقصود بالفتح هو فتح المدائن والحصون، لكن لا أظن أنهم قالوا ذلك على سبيل إهمال فتح مكة، وإنما على معنى العموم والإطلاق، أنه يشمل فتح مكة وفتح المدائن والحصون والمدن والقرى بعد مكة المكرمة شرفها الله. لم يقل القرآن الكريم ورأيت الناس يدخلون، قال يعني ورأيت الناس يدخلون في دين الله، لم يقل يسلمون يؤمنون. لماذا قال يدخلون في دين الله أفواجا؟ يدخلون في دين الله، دين الله معروف، إن الدين عند الله الإسلام. طيب يدخلون في دين الله، ما الذي تقدم؟ تقدم إذا جاء نصر الله والفتح. إذن هناك جولات من الدعوة والإبلاغ والتبشير والإنذار والترغيب والترهيب، ثم هناك اقتتال ومجاهدة، ولذلك بشر بما بشر به. لكن بعد هذا كله وبعد حصول الفتح ماذا يحصل؟ يقبل الناس بسبب ما تقدم من جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ودعوة إليه، فإن الناس تتسامع فتأتي لتدخل في هذا الدين، والمقصود أنها تأتي بالشهادة وتلتزم بأحكام هذا الدين العظيم. واضح؟ لاحظوا في الآية الأولى: إذا جاء نصر الله، الإضافة، هذا النصر عظم بإضافته إلى الله تبارك وتعالى. إذا جاء نصر الله عظم، هل يمكن أن يكون فوق هذا النصر نصر؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ورب العزة والجلال يقول أيضا: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ولذلك أضافه إلى نفسه تعظيما وتشريفا وتذكيرا، أن هذا النصر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي أجراه، هو الذي آتاكم إياه، هو الذي بلغكم إياه، هو من عنده وحده تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، وما أنتم إلا سبب أجر الله تبارك وتعالى هذا النصر على أيديكم، أجراه على أيديكم، وإلا فهو نصره شرفكم ومن عليكم بتحقيقه على أيديكم. وكذلك الفتح. ثم في الآية بعدها: ورأيت الناس يدخلون في دين الله، مرة أخرى يتأكد هذا المعنى، فالدين دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام.
من دخل فيه هو الذي نجى نفسه في الآخرة، هو الذي سعى إلى أسباب السعادة بفضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق. من غريب ما يوجد في كتب التفسير أن مرة أخرى الإمام الرازي في هذه الآية الكريمة لما قال ربنا تبارك وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأخذ من معنى الناس أن الناس جميعا، هذا يسمى استغراق، أن هذه الكلمة تشمل الناس جميعا، يدخلون في دين الله أفواجا. فاستنبط هو أن الذي لا يدخل في دين الله ويبقى على الكفر ماذا يكون؟ ليس من الناس. وهكذا تعبيره أن من أعرض عن الدخول في دين الله وبقي على الكبر على الكفر فليس هو بإنسان. لكن الحقيقة أن هذا الاستغراق في الناس هو استغراق يسمى استغراق عرفي، أي كل الناس الذين يخطرون بالبال، وإلا فمعلوم ليس كل الناس سيدخلون في هذا الدين. لكن الصحيح أيضا أن هؤلاء الذين يعطلون عقولهم ويغلفون قلوبهم عن قبول هدايات الله تبارك وتعالى فهم كالأنعام، بل هم أضل. حينما تبلغهم دعوة هذا الدين، فسبح آخر آية، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هل فيها شيء غامض؟ ليس فيها شيء غامض. فالتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص ووصف له جل وعلا بالكمالات، والتحميد هو ثناء على المحاسن والمحامد والنعم التي أولاها لعباده. ولذلك ورد عن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه الرواية، هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة جدا وأكثرها صحيح. فكان يكثر صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعلمون أن من شأنه كان أنه كان مكثرا من الذكر، وهذا يعني أنه بعد نزول هذه السورة وبعد ما رأى هذه الآيات فإن له شأنا آخر كما ونوعا في التسبيح بحمد الله عز وجل واستغفاره، لأنه رأى الأمارات التي وعده الله عز وجل بها فأدى ما عليه. ولذلك قال السيدة عائشة كان يتأول القرآن، أي كان يفعل يلتزم ما أمره الله تبارك وتعالى به في كتاب ربه في هذه السورة الكريمة.